السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الحبيب، كيف حالكم؟ مرحبا، أهلا وسهلا مولانا، كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيكم حفظكم الله. الحمد لله. نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله نعم. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أحبابي الكرام، مرحبا بكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم من الجنة منزلة. وهذا مجلس جديد من مجالسه الموطأ تحفيظا وشرحا موجزا. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند كتاب السهو وعند الحديث الثاني من الكتاب في باب العمل في السهو، وهو الحديث المشهور الفرد الذي تفرد به الإمام مالك رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى أو أنسى لأسن. نعم. قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. هنا الحديث طبعا الإمام الحافظ ابن حجر قال لا أصل له، ولكن معناه يحتج به، لأن البلاغ من أقسام الضعيف، وليس معناه أنه موضوع، معاذ الله، إذ ليس البلاغ موضوع عند أهل الفن لا سيما من مالك. كيف قد قال سفيان: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح. نعم. وقال الباجي: أو في الحديث للشك عند بعضهم. وقال عيسى بن دينار وابن نافع: ليست للشك. ومعنى ذلك: أنسى أنا أو ينسيني الله تعالى. نعم. قال: ويحتاج هذا إلى بيان، لأنه أضاف أحد النسيانين إليه وثاني الله تعالى، وإن كنا نعلم أنه إذا نسي فإن الله هو الذي أنساه أيضا. وذلك يحتمل معنيين: أحدهما أنه يريد لأنسى في اليقظة وأنسى في النوم، فأضاف النسيان في اليقظة إليه لأنها حالة التحرز في غالب أحوال الناس، وأضاف النسيان في النوم إلى غيره لما كانت حالا يقل فيها التحرز ولا يمكن فيها ما يمكن من حال اليقظة، إلى آخر هذا. خلينا ندخل في الموضوع. طبعا الشفاء في الشفاء للقاضي عياض قال: هذا اللفظ شك من الراوي، وقد روي إني لا أنسى، روي أيضا ليست بلام التوكيد وإنما بلا النافية: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، أي بلا النافية عوض لام التأكيد في الرواية الأولى. قال: وقبل ذلك: بل قد روي لست أنسى ولكن أنسى لأسن. فهي ثلاث روايات ترجع إلى ثنتين: النفي والإثبات، ولا منافاة بينهما، لأن نسبته إليه باعتبار حقيقة اللغة، ونفيه عنه باعتبار أنه ليس موجدا له حقيقة، والموجد حقيقي هو الله، كما يقال: مات زيد وأماته الله، فحيث كما تقول: ما مت 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 من أمات يميت، إنما مت من مات يموت. فحيث أثبت له النسيان أراد قيام صفته به، وحيث نفاه عنه فباعتبار أنه ليس بإيجاده ولا من مقتضى طبعه، والموجد له هو الله. تعال بقى نشوف الكلام شيخ شيوخنا العلامة محدث المغرب الحافظ عبد الله ابن الصديق الغماري الطنجي رحمة الله عليه. في مقدمة الكتاب تحدث هو عن هذه الأحاديث، وقال إنه بحمد الله تعالى وصلها. نعم. في شرحه لي رسالة في وصل البلاغات الأربع في الموطأ للحافظ ابن السلاح. نعم. عندي كتابة. عثمان بن عبد الرحمن المتوفى سنة 43 و600 هجرية، تحقيق بالفضل عبد الله ابن محمد ابن الصديق الغماري رحمه الله. طبعا الرسالة جميلة جدا وقيمة في بابها الحافظ ابن الصلاح، وستجد ما فيها، وسنده طبعا يرويه عن أيضا شيخ شيوخنا العلامة المعمر الكبير محمد ويدار الكفراوي التلاوي،
وهو من شيوخ ومن شيوخ شيوخ شيخنا الحبيب العلامة محمد عبد الرحيم جاد بدر الدين المصري رحمه الله. وقد أخبرني رحمة الله عليه، وهو أول من أجازني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أخبرني أنه التقى بالشيخ عبد الله بن صديق الغماري، كان هذا تقريبا في الأربعينيات، كان الشيخ صغيرا في ذلك السن من القرن الماضي. فقال له الشيخ أنا، هو ذهب ليزور والده، ووالده كان شيخا كبيرا معمرا، عاش 120 نعم. سنة، الشيخ جاد بدر الدين، كان مفتيا على المذاهب الأربعة، وكان إماما بليغا فقيها كبيرا ومحدثا كبيرا. فزاره الشيخ عبد الله بن صديق الغماري، وأراد أن يصطحبه إلى الشيخ محمد ويدار الكفراوي التلاوي المعمر، لأن إسناده عال ويريد أن يستفيد منه. نعم. فصاحبه وهو يروي عن الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر، نعم، مباشرة، نعم، عن الشيخ محمد السنباوي، عن أبي الحسن علي بن محمد العربي. المهم، فبالإسناد متصل إلى الإمام ابن الصلاح، فصاحبه وكذا، وأفرغ على يديه الماء ليتوضأ، وجلس معه وحدثه في ذلك الوقت بالمسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة الشيخ عبد الله نعم. بن صديق الأمير. وبعد سنوات طويلة التقى به في مكة تقريبا، وأخبرني ووجده يلبس البدلة وكذا الشيخ الغماري. المهم، وقال له هل تعرفني؟ قال لا. قال أنا الذي كنت معك يوم كذا وكذا، منذ عشرات السنين. سبحان الله. نعم. المهم، فأجازه مرة ثانية وناوله الإسناد والذي ناولنا إياه الشيخ رحمة الله، رحمهم الله جميعا، وأسكنهم فسيح الجنات وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الشيخ الغماري له حس، يعني تقرأ له وتستفيد وتحبه ما شاء الله. نعم. المهم، الحديث الأول هو حديث رواه هنا الشيخ الإمام ابن الصلاح، إني لا أنسى، رواه بالنفي، إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. نعم. ووصله قال أخبرنا الشيخ المسند أبو الحسن ابن أبي الفتوح ابن أبي الحسن ابن المقري رحمه الله وإيانا بقراءتي عليه، قال أنا يعني أنبأنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن سهل ابن عمر السيدي قراءة عليه، قال أنا أبو عثمان، أنبأنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري قراءة عليه، قال أنبأنا الفقيه أبو علي هكذا مكتوبة، نعم، زاجرك، قال هذا كذا بالأصل، هو كثير التصحيف، والصواب زاهر ابن أحمد السرخسي، قال الذهبي عالم خراسان إلى آخره. نعم، ابن أحمد السرخسي قال أنا أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي، قال حدثنا، نعم، أبو مصعب أحمد ابن أبي بكر الزهري، قال حدثنا مالك ابن أنس رضي الله عنه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. نعم. هنا الشيخ الغماري يعلق ويقول هذه رواية أبي مصعب ورواية يحيى ابن يحيى إني لا أنسى، إذن النفي رواية أبي مصعب الزهري، إنما إني لا أنسى رواية يحيى بن يحيى. نعم. قال القاضي رياض في الشفا قد روي لست أنسى ولكن أنسى لسن، قلت والحديث برواية الثلاث لا وجود له إلا في الموطأ. طيب، بعد ذلك دخل الحديث الثاني ثم الثالث ثم الرابع. تعال ندخل على الأول بقى، فصل الكلام. قال أحدهما، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، هو أصل نسيانه صلى الله عليه وسلم وأصل توصية معاذ بحسن الخلق إلى آخره. قال وقد حدثنا
صاحبنا أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الله الأنصاري، وكان طلابة للحديث جماعة له. قال أخبرنا أخبرني الشيخ أبو محمد عبد الوهاب إلى آخره بالأسانيد، حتى نصل إلى قال عن الإمام مين. قال سمعت حمزة بن محمد الكتاني الحافظ يقول: كل شيء رواه مالك في الموطأ مسندا أو مرسلا فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير جهة من عليه غير الصلاة جهته إلا حديثين، نعم. أحدهما إني لأنسى إني لأنسى لأسن، والآخر نعم. إذا أنشأت بحرية. قلت هذا يتضمن أن حديث ليلة القدر إلى آخره. نمشي شوية. قال قلت هذا يتضمن، قال إن هذه الأحاديث الأربعة لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطأ إلا في الموطأ، ولا ورد ما هو في معنى واحد منها بتمامه في غير الموطأ إلا حديث الأنشاد بحرية، والثلاثة الأخر حديث القدر وورد بعض معناه من غير وجه من وجه غير صحيح، واثنان منهما منها ورد بعض معناهما من وجه جيد، أحدهما صحيح وهو حديث النسيان، والآخر حسن وهو حديث وصية معاذ رضي الله عنه. ثم ذكر بيان حديث إذا أنشأت بحرية. ثم دخل على حديث النسيان. قال: وأما حديث النسيان فقد رويناه من وجوه كثيرة صحيحة. ده مين الحافظ؟ مين؟ ابن الصلاح. تمام. نعم. منها ما أخبرناه الشيخ الأصيل أبو الفتح منصور بن عبد الله حفيد الفراوي قراءة عليه بن سابور، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن حسين الحافظ، قال أنبأنا أبو علي الرذباري، قال أنبأنا أبو بكر بن داسة، قال أنبأنا أبو داود، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث السهو، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. أخرجاه في صحيحيهما البخاري ومسلم. أدي المعنى هو. تمام. هذه وجوه تعضد المعنى. وإنما به من حديث مالك رضي الله عنه طرف منه، فيقول لك هذا هو مجرد طرف لهذا. نعم. نعم. وهكذا. إذن الحديث معناه صحيح. تمام. نعم. ويعني على قول سفيان: إذا قال مالك بلغني فهو صحيح. يبقى المسألة ما لا إشكال في هذا. نعم. رسالة جميلة جدا، إن شاء الله لو هي عندك ابقى اقرأها. لا لا، اشتريت انا وقفت على هذه الكلمة. عندك هذه الرسالة؟ كنت نعم اشتريتها انا حقيقة. العائلة الغماري هذه يعني أحبهم كثيرا. آه ما شاء الله. ها. أنا أنا التقيت كلهم ببعضهم، يعني التقيت ببعضهم يعني في لا الرباط وهنا لا في ما شاء الله. تطوان. نعم. عيلة كبيرة ما شاء الله. ما شاء الله، مع العلم أن يعني أراها يعني جمعون كبير من المغاربة لا يهتمون بهذه العائلة، نعم. طبع لا كتبه في الأصل يهتمون. طبعت في مصر، كتب الشيخ عبد الله كان. سمعتم هنا سمعتم يقول هذا مبتدئ قبوري وكذا كذا، لا تسمع كثير. سبحان الله، ما كلامنا يعني سبحان الله. وهذا اللي أكلمكم عليه يعني مولانا، هذا مش ناس يعني يخطبون في المساجد. لا والله يا رب، يا رب يستر. الله يهدي، الله يهدي الناس. طيب، إذا قال مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال له: إني لأهم في صلاتي، هكذا، أو في بعض النسخ أهم، أو فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال القاسم: امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. قال مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم ابن محمد فقال له: إني لأهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال القاسم: امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. تفضل. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رجل سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهيم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال القاسم بن محمد: امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكفر ذلك علي، فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فقال له إذا شممت ريحا أو سمعت صوتا خلاص ينصرف، يعني أتم صلاتك ما لم تسمع صوتا أو تشم ريحا، لأن بيجي الشيطان يفضل يوسوس الإنسان أنت وضوك أنت كده. العمل في غسل يوم الجمعة. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حاضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حاضرت الملائكة يستمعون الذكر. كتاب الجمعة. باب العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. تمام. في حديث آخر يوم الجمعة 12 ساعة، والمقصود باليوم في المصطلح الإسلامي هو النهار. اليوم عندنا هو النهار. نعم. وفي المصطلح الأوروبي والمصطلح المعاصر اليوم هو الليل والنهار مع بعض. نعم. 24 ساعة. هذا في المصطلح المعاصر الآن 24 ساعة. نعم. يعني بتبدأ من 12 بالليل. نعم. 12 بالليل إلى 12 ظهرا. الفترة دي بيسموها AM، اللي هي فترة إيه؟ ما قبل الظهيرة. الثانية ما من بعد الظهر، من 12 ظهرا إلى 12 ليلا بيسموها PM، اللي هي إيه؟ اللي هي بعد الظهيرة. نعم. انتبه لحضرتك. فهذا هو المصطلح، هو ده اليوم في المصطلح المعاصر. المصطلح الإسلامي أقوى. المصطلح الإسلامي بيقولك اليوم هو النهار، وما بعد النهار الليل، ده يسمى بالليل. فهذه ليلة القدر. ليلة القدر على عند جماهير الفقهاء اللي هي ليلة ايه؟ 27. يعني ليلة 27 يعني يوم 26 بالليل. نعم. يوم 26 بالليل هذا. فمختلفة الأمور، مختلفة. فالمصطلح الإسلامي أفضل. نعم. المصطلح الإسلامي أفضل من المصطلح الغربي، وهم أخذوه عندهم في اللغة أيضا. يقول this day، هذا اليوم. اليوم عندهم يقول Sunday. حتى شوف يسموه إيه؟ Sunday. Sunday. Sunday جاي من إيه؟ شمس، يعني يوم الشمس. Monday. فهي المسألة كلها مأخوذة من إيه؟ من day اللي هو اليوم، النهار. بعد النايت اللي هو الليل، فهمت؟ فهو حتى كلمة day عندهم النهار أو اليوم. نعم. ونايت اللي هو الليل. نعم. انت
في البداية نقول مثلا have a nice day، يعني اهنأ بيوم سعيد، يوم طيب. مساء good night، تمام، good night اللي هو ايه، بالليل بقى تحية، تحية المساء. فهكذا يعني، هو هذا هو الأفضل، الأفضل إن احنا نسير على المصطلح الإسلامي، ولكن احنا نحن مضطرون، ولا حرج في هذا، لا حرج إن احنا يعني نظل على هذا المصطلح الإيه الغربي، ولكن في ذات الوقت نحافظ على مصطلحنا الإسلامي في العبادات. في إيه؟ مولانا نعم. هذا امر اصطلاحي، لا قد فقط أيوه لامر بالضبط اصطلاحي، بالضبط. لان حتى مثلا حتى عند اهل الاقتصاد هنا عندهم يوم خاص، ليس كاليوم الاوروبي. مين اللي عندهم يوم مثلا خاص؟ البنوك عندهم الشهر، اهل الاقتصاد هناك عندهم شهر خاص ليس كالشهور غيرها من الشهور. السنة المالية ومش عارف. نعم نعم، هذا امر اصطلاحي فقط اصطلاحي. لا لا بس نعم يعني بس انا اقصد ايه، احنا بينهم. كمسلمين، نحافظ على هذا الامر في الشعائر، المناسك، مناسك الحج، في مسألة الصيام والإفطار وتبييت نعم النية وكل هذه الأشياء. لابد تكون عارف الليل، ما تجيش أنا مثلا أصوم رمضان وبعدين أصحى الصبح أقول إحنا النهاردة 1 رمضان أنا نويت الصيام. ما ينفعش، جماهير الفقهاء الصيام باطل، لابد نعم من تبييت النية بالليل، ليلة. فمهمة جدا، وده تخطيط استباقي، فكرة اليوم والليلة جميلة جدا في مسألة التخطيط الاستباقي. يعني احنا نحن الآن ليلة الجمعة، يبقى اذا نستعد للصلاة على الرسول عليه السلام، قراءة سورة الكهف على المذهب الشافعي، أمور جميلة جدا، ففيها شيء استباقي جميل جدا، أنت تبقى عارف هذه ليلة كذا، فبتفيدني إن أنا إيه أتجهز لهذه الليلة. نعم، لذلك اليوم. فعندك 12 ساعة، في طبعا هيكون في هذا اليوم، يوم الجمعة، سيأتي معنا موضوع الإيه الساعة، ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. نعم. قال مالك عن سعيد بن ابي سعيد، هنا في لمحه جميله جدا واحب كثيرا ان اذكرها. ليس معنى ان اللي من راح في الساعه الاولى وقرب بدنه ان يهزأ بمن قرب بيضه، او يهزأ بمن لم ياتي لا ببيضه ولا بشيء، لان السبق عند الله سبحانه وتعالى ليس بمن جاء اولا، هو جاء ببدنه، ولكن من الذي سبق بقلبه؟ الله، لا ندري، ممكن الذي جاء متأخرا سبق إلى الله بقلبه، ولكن هناك عذر، كما حدث مع عثمان، لعلك كنت معنا أمس لما ذكرنا الموضوع. وبعدين جاء عثمان متأخرا، جاء عثمان متأخرا، كنت معي أظن لما كنا بنتكلم على الآن، نعم، في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، حديث صحيح، قال له والغسل كذلك. عمر بن الخطاب قال له إيش يا عثمان؟ قال جئت من عملي وكذا، فلما اغتسل قال والغسل، الغسل ايضا يا عثمان. وعثمان الخليفه الراشد رضي الله عنه، اللي هو مين؟ اللي هو يعني امير المؤمنين عثمان ذو النورين، الذي يعني زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، وذاك يلقب بذي النورين، يعني امر عظيم جدا، بشر، صحابه، صحابه عظماء، عظماء الامه، ومع ذلك بشر يصيبون ويخطئون، من سنة يتأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا، لو أنت حتى كنت بتصوم وتواظب على الصيام ثم أكلت، نعم، وعند جماهير الفقهاء في الفريضة أو في النافلة، طبعا عند الإمام مالك لا، بس أنا بقول لك يعني عند الجماهير، إذا أكلت بنص الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أكلت ناسيا فكأنما أطعمك الله وسقاك، أنت ناسي، أنت ما أكلت أو شربت، خدت بالك؟ ايضا قيام الليل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له ورد من قيام الليل او كذا ثم نام عنه فيكتب له. نعم، فاذا النوايا، فاحنا مش عايزين، لان انا رايت بعض الناس يهزؤون ممن اراد هذا صاحب البيضه. انت يا اخي انت تعرف مين البيضه اللي تعرف؟ انت تعرف منين؟ انت يمكن انت جبت الجمل، جبت البدله ولم تقبل، ويمكن اللي جاب البيضه قبلت. صح ولا مش صح؟ نعم. الله المستعان. لديك تعليق او شيء؟ لا، فقط مولانا عندما دخل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو يعني هذا دليل، انظر الى فهم الكل يفهم، يعني فهمه الخاص، يعني في غير مجال، يعني فهمه للنص صحيح، وان سيدنا عثمان لم يراجعه لان سيدنا عمر بن الخطاب هو خليفه تماما،
وسيدنا عثمان بن عفان كان له اجتهادات مثلا في إتمام الصلاة في الصفا. نعم. وسيدنا عبد الله بن مسعود كان عندما يذهب معه كان لا يرى كان يرى التقصير في الصفا، يأخذ بالرخصة. تمام. لكن عندما يصلي خلف عثمان في السفر يصلي بالإتمام. الله. شوف يعني. لو سيدنا مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عثمان بن عفان كان يرى الإتمام. نعم. في السفر. نعم نعم. وعندما يذهب معه عبد الله بن مسعود وهو يرى وهو يأخذ برخصة التقصير. نعم. يتم صلاته بعده. احتراما وعدم يعني الشق عصا المسلمين. يا سلام يا سلام. وأنا رأيت مولانا والله يا شت ناس والله يعني قالك خالف تعرف. رأيت ناس يعني سبحان الله يأتي بأشياء وكأنه هو جاءت بفقه جديد، جمع الكل يدخل في الصلاة وهو يخرج من الصلاة والناس يتعجبون يعني سبحان الله العامة تتعجب منه، وفتنة ويعني أحدث فيهم فتنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إنسان مدام الجماعة الكل يرى يعني يمشي على رأي معين روح معهم بدون الإنسان يخالفهم. نعم تمام تمام. فقه من يود له بيقع فقه في الدين. نعم. قال مالك مولانا الإمام مالك رضي الله عنه يرى بأن هذا كلها في ساعة واحدة. نعم. هذه الحديث الأول هذا يرى أن هذه كلها في ساعة واحدة، ساعة الرواح يعني. ساعة واحدة. نعم. نعم. هذا مذهب مالك. هو أيضا عنده الغسل متصل بالرواح. نعم الغسل متصل بالرواح يعني لابد أن تغتسل. نعم بارك الله فيك. نعم. طيب يا سيدي، قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بارك الله فيكم، عن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتال منك غسل الجنابة. قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتال منك غسل الجنابة. تفضل. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل كغسل الجنابة. تمام. طبعا ستأتي أحاديث تدل على حكم، لأن البعض قال بالوجوب ولكن الراجح جماهير الفقهاء على أنه سنة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ قال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ قال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فضل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم.
قال مالك عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال مالك عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عن عب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم. قال يحيى قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال يحيى قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك، وبعض نسخ وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة، بس نرجح وهو يريد بذلك غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم. تمام. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله، ذلك مجزئ عنه. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله، ذلك مجزئ عنه. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله، ذلك مجزئ عنه. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله، ذلك مجزئ عنه. تمام. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. طبعا المقصود باللغو هنا نقصان الأجر، وليس وفي حديث آخر كما تعلم، لعل المغاربة أيضا عندكم في فرنسا يفعلون هذا. لا في المغرب فقط، عند ممكن في الشمال أو ممكن في بلجيكا ممكن، لكن هنا لا، عندنا في الناحية انت لا. نعم. في المغرب موجودة. لا في فرنسا كلها ما فيش.
لا في فرنسا لا استودع ادري يعني، ممكن في شمال فرنسا ممكن يفعلونه، ممكن الله اعلم بعض لا اعرف يعني. احد انا المساجد التي صليت فيها نعم لم اسمع احدا ولم ارى احدا يفعله، نعم نعم فهو المقصود وصليت في يعني الشمال. وفي حديث آخر، ومن لغى فلا جمعة له. نعم المقصود هو من لغى فلا جمعة له نقصان الأجر وليس البطلان، ليس المقصود البطلان. وذلك أيضا في حديث آخر، ومن مس الحصى فقد لغى، مس الحصى. فإذا المسألة إن الإنسان يجلس وكأن على رأسه الطير ينصت، مش نعم يتكلم يقول له خد بالك ويقول له مش عارف ايه ويسلم عليه ويعطس وهذا يحمد الله وهذا يشمته وهذا كذا، لا 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 مفيش. فبنشوف بعض الناس للأسف لا يفقهون هذه الأشياء، فالتنبيه مهم، نعم ولكن ربما يكون هذا اجتهاد. قيل إن ما أحد الأمراء العلويين هو الذي أحدث هذا الموضوع، أمير مولاي إسماعيل كما ذكر أحد المصنفين في كتبه. يعني على كل حال، سواء هي المسألة تجوز أم لا تجوز، التنبيه مهم. يعني أنا نعم أتحدث عموما، التنبيه على هذا الأمر مهم، لأن أنا رأيت بعيني من يتكلمون في خطبة الجمعة. الإمام يخطب وهم بيتكلموا يتناقشوا ويسلموا لا على موجود عادي بيتوشوشوا على بعض ومش عارف ايه. التنبيه لا مهم على هذا. يتكلم بالهاتف مباشرة. الله أكبر. والله رأيتها في مساجد مولانا، الله أكبر. الإمام يخطب والإمام يتكلم عادي ما مش. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم استعان، الله يهدي الناس. قال مالك بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة وجلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن ابي مالك القرظي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذن قال ثعلبة وجلسنا نتحدث، فاذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب وانصتنا فلم يتكلم منا احد. تفضل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنه كان في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنه كأنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب عندي زيادة مولانا هنا. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. تفضل. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. آخر حديث معنا اليوم، قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا. بعض النسخ فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت صلاته فأعدلوا، وبعضها فأعدلوا، فاعدلوا الصفوف أو فأعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، فإن المنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قام الصلاة فأعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر.
حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل مال المنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطبت إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. فتح الله لك وعليكم، بارك الله فيكم. طبعا هذا تنبيه مهم جدا على تسوية الصفوف. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وأيضا رويت بين وجوهكم. ولا شك أن المخالفة بين الوجوه هي سبب للمخالفة بين القلوب، فهذا تنبيه مهم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة هذا الأمر، أن الإنسان لا يسوي الصف هذا يتقدم هذا. ورأيتها كثيرا كثيرا للأسف الشديد في بلاد المسلمين، أن بعض البلدان بعض الناس أنه يدخل في الصف فيبدأ الصف من اليسار، ويأتي واحد آخر يبدأ الصف من اليمين، ويأتي واحد آخر نفس الصف، واحد آخر يبدأ الصف من النصف. مسافات مسافات مسافات، كأن هي مسألة إيه، حمل. الصلاة هي مجرد حمل، أنا رايح أصلي حتى ألقي هذا الحمل عن كاهلي، خلاص ما فيش بقى لفكرة إيه الناس دول أنا بصلي معاهم، ده إحنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهناك حكمة أيضا لصلاة الجماعة، نحن يكون في محبة وتعارف وتعاون. لا لا تعارف، بل بالعكس، ده لو في حصل خطأ من أي شخص الناس يتعاملون معه كأنه ارتكب ذنبا لن يغتفر، وكما يقولون كأنهم ينهضون في وجهه وكذا، يريدون أن يسبوه أو يطعنوا فيه أو كذا. هذا كثير يعني، لو واحد جاء بابنه معه تقوم قائمة الناس يا كيفاش، ولو مثلا ولو واحد يعني، أنا من يومين لسه في مسجد، أنا سمعت وأنا بصلي سمعت الناس بيقولوا، واحد بيقول إحنا في صلاة الجنازة، بيستهزأ بالناس اللي واقفين. قام واحد رد عليه قال له احنا نعرف الاداب ونعرف كيفاش كل نعرف كل شيء في المسجد وبصوت عالي، فاهمني؟ تخلي يا اخي اللي عايز يقوم يمشي، انت تعرف ظروفه ايه، استعجل له عنده ظروف ولا مفيش فقه. فالناس بتتعامل، معظم الناس حقيقة، انا مش بقول كله، من قال هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم، لا، معظم الناس، معظم المسلمين في المساجد في الدول العربية، في كثير، مش كل الدول العربية، في كثير من الدول العربية لا يفقهون هذه الأشياء. احنا بنشوف لو انت دخلت كنيسة، شوفوا رغم غير مسلمين بيقابلوك بتسمو في وشك، حتى لو انت غير مسلم، تخيل تسمو في وشك ويرحبوا بيك ويحضنوك الله. لازم يتصنعوا مولانا بشيء، ايوه تصنعوا. احنا كمسلمين مش عارفين، لا حتى لا نتصنع ولا نبتسم بحب، لا ابتسامة مصطنعة ولا ابتسامة حقيقية، ولا بنتعامل بغلظة وبجفاء شديد، خدت بالك؟ يعني انا شخصيا واحد في المسجد هنا، انا بصلي، فبعد الصلاة انا خرجت عادي فعديت، فبعد صلاته بيكلمني كأنه هيتخانق معي، كأنه يعني يتعارك معي، هو بيسموه يتدافن معي، بيقول لي انت جزت بغرت، جزت امامي، قطعت عليه الصلاة، فهمني؟ قلت له يا اخي كيف جزت امامي؟ قال لي انا هنا وانت جزت هنا. قلت له طيب وهل انا هفضل طول ما انت واقف بتصلي هعمل مسافة طويلة بيني وبينك؟ هي السترة، انت مش عامل سترة، سترتك هي محل السجود بتاعك، خلاص انتهى الموضوع. هذا اقصى الشيء، ان انت محل السجود، سترة المصلي
كما ذكر الفقهاء بتكون ايه بهذا المقدار تقريبا، متر ونصف او ما اشبه ذلك، كما يعني قال ابن العربي ما بين الاخر، يعني القدر التي تصلي فيه من المقدار اللي بتصلي فيه. انا مش عارف الف من الشارع الثاني عشان انت بتصلي امامي. الله المستعان. خدت بالك؟ فبدات افهمه، قلت له يا اخي وكذا والفقه، ولابد ان احنا نفهم الدين يعني انت فاهمني. طيب اتعرف عليا واحد في المسجد في الدار البيضاء، انا بصلي، ف احنا في مذهب الشافعي بنقول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، خلاص ما بنفضلش نحرك صابعنا اثناء نعم اثناء التشهد من اوله لاخره كما في مذهب مالك. ف نعم انا ما عملتش، ما مش عامل صابع، جيت على التشهد وعملت بس خلاص فسلمت. فانا قبل ان اسلم ايدي حاطط ايدي عادي، اللي يشوفني يفكرني يعني على هذا المذهب بقى، على اساس ان انا خلاص صليت وجالس، ما وانا ما زلت في الصلاه، فهو عاد مر امامي فانا شوقت له. فبعد الصلاه فقال لي كيفاش انت يا اخي، طب شاور لي، ويعني انت ما انت مش بتحرك صبعك وانت يعني. قلت له يا اخي خلينا نتعرف الاول. خلينا الاول نتعرف، وبعدين في مذاهب، انا شافعي ومصري مش مغربي، وفي فانا عايز افهمك. فمشكلة ان في ناس مش فاهمة القصة. لا ما يضحكنا مولانا انك انت يعني صدرك رحب وصبرت عليه، يعني نعم تخيل لو كان يعني مكانك انسان دخل جديدا في الاسلام، وهذا حدثت هنا عندنا، حدثت انسان دخل جديدا في الاسلام، يعني سبحان الله الناس لا يعرفون مولانا الاقامه، لا يعرفون التشهد، لا يعرفون لا اله ما الا يعرفش الله، حاجة. ما نعم يعرفش يقولوها، ما نعم يعرفش. وعندما الرجل يعني وقف معهم في الصف ولا يعرف، مسكين جديد في الاله، نعم فجاء عندي يشكي، قال لي الكل يعلمني، هي قال لي الكل، قال لي ما عرفتش واش ندير، يدي فوق صدري وفوق فوق كرشتي كل واحد بيحط الكل ايدك في الكل ناحية. مولانا حتى الذي لا يعرف شيئا، حتى لا اله الا لا يعرف نطقه، ويصحح له ويقول له لا دير فوق صدرك فوق ظهرك فوق. عجيب. مشكلة ما الرجل خرج، الرجل ذهب من المسجد بسبب هذا. خلاص هيروح يعمل ايه بقى؟ والله نسأل الله سبحانه وتعالى يكون ثابت ويكون في الله يسهل عليه وما يكون ما يكونش ارتد. يا هذا هو اللي نطلب له، نطلب السلام يعني، نطلب ان شاء الله سبحانه وتعالى ربي يثبت. يا رب يا رب، والله مشكلة يا أخي، مشكلة عجيب يعني حقيقة عجيب. الرسول بيقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ورويت بين وجوهكم. وأنا بقى يعني الآن أتخيل، وذكرت هذا قبل ذلك، الإنسان كيف يتخيل إذا كان القلوب بتتنافر والوجوه تختلف، والإنسان يقابل أخاه فيوليه ظهره، أي والله بشوفهم معايا وبيصلوا معايا في المسجد، يقابلني يوم يعمل إيه؟ يبص الناحية التانية، وأنا هاكلك، وأنا عايز منك حاجة، أنا يا أخي طب سلم، طب لا سلام ولا كلام ولا شيء خالص. مش كلهم طبعا، فيهم ناس ما شاء الله لطفاء انت بالك يعرفك او لا يعرفك، لا باس بخير ويسلم عليك، او مثلا يبتسم في وجهك، او انما في ناس يبص يشوفك جاي يعمل نفسه يتكلم في التليفون. يا يوم ايه باصص الناحيه التانيه، يوم خدت بالك ازاي يشوفك يبص في الارض يا عم الحاج خير في ايه. الله اكبر، خير يا عم مولانا. يعني ترى بان حالتنا في الصلاه هي التي يعني أرجعتنا إلى هذه الصورة، نعم يعني صورة التدابر بيننا ما فيش إقامة، يعني هي مسألة مش نعم مش صلاة صلى وخلاص، ما فيش أي قرآن بيقول صلي، بيقول أقم الصلاة، نعم أقم الصلاة. العرب يقولون هذه سوق قائمة وهذه سوق نائمة أو كاسدة. قائمة يعني فيها شغل، فيها نشاط، فيها حيوية، فيها حماس، نعم فيها تفاعل، فيها فالصلاة فيها هكذا. وليه الصلاة شرعت في المساجد؟ طب ما كان كل واحد يصلي في بيته وخلاص وانتهى الموضوع، عشان يكون في اجتماع للمسلمين، كان في اجتماع يومي 5 مرات، خدت بالك؟ ده واحد محتاج حاجة، ده واحد ده مريض، ده مش عارف ظروفه ايه، في أيضا اجتماع، في اجتماع أسبوعي الجمعة، في اجتماع سنوي في العيدين. يا سلام، شوف عظمة الإسلام، مفيش دين في هذا. ده الرسول بيقول إن اليهود قوم حسد وقد حسدوا المسلمين، ومن هذه الأشياء حسدوهم على يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وضلوا عنه، وقال نحن السابقون الأولون، في نفس الوقت نحن الآخرون الأولون، يعني رغم أن نحن آخر الأمم إلا أننا
السابقون الأولون. كيف يا رسول الله؟ قال نحن هدانا الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعة ولم يهدي أهل الكتابين قبلنا إليه، فاليهود أخذوا السبت والنصارى أخذوا الأحد، إحنا قبلهم رغم أن إحنا آخر الأمم. وفي حديث آخر أعطانا الله أجرنا مرتين أجرا مضاعفا، وأعطى اليهود أجرا وأعطى النصارى أجرا، يعني الأمم السابقة يعني عموما. فاليهود عملوا مثل رجل عمل إلى الظهر وأخذ أجرا، والنصارى مثل رجل عمل من بين الظهر إلى العصر وأخذ أجرا، وإحنا عملنا ما بين عصر المغرب مدة قصيرة وأخذنا أجرا مضاعفا. فقال هذا الرجل اللي هم الذي أخذ أجرا والذي أخذ أجرا يسأل، يقول كيف؟ يسأل صاحب العمل، قل لماذا أعطيته زائدا؟ قال له هل نقصتك من عطائك من شيء؟ قال لا. قال إذن هذا عطائي، يعني أصيب به من أشاء. أنا حقا عايز عطاء من الله سبحانه. فالله أكرم هذه الأمة وفضلها ولكن ليه احنا بنستعجب من هذه السلبيات؟ الخير موجود نعم، بس السلبيات طافحة يا شيخ محجوب، كثيرة كثيرة. انت بتدخل في الصلاة يا اخي بتتعجب، هلا ليه الناس لا تتحد يا اخي؟ يعني يكون في حاجة نتعاون مع بعض، نسلم على بعض، نتصافح. الشيء اللي احنا شايفينه في أمة الإسلام الحمد لله بالتعاون في صلاة الجنازة، ما شاء الله تلاقي ناس كتير بتقف. احنا عايزين التعاون في الحياة كمان، مش مجرد بعد الممات، احنا عايزين كمان تعاون في حياتنا، في نبتسم لوجوه بعض، نتعرف على بعض. احد الاخوه جاء من بلجيكا وكان معي هنا في تطوان في المغرب، وبعدين بيقول لي يا اخي جلس هنا فتره يعني، فبيقول لي انا ما فيش حتى لا تعارف لا سلام لا كلام. قال لي فوجئت، يعني هي مساله حدوديه مفرطه، مش كله، انا بقول لك مش كله، بس يعني كثير كثير، يعني في كثير من الناس عندهم هذه المشكله. نعم. ولكن مولانا كيف يلام يعني الاخر، كيف تصلح العامه وائمتهم يعني غير صالحين؟ برضو مش كله يعني، هي مساله برضو مش كله. البرد احنا لا نعمم لا يعني نعمم في بعضهم، ولكن هؤلاء الذين يعني تلقاهم يعني مولانا تلقاهم يعني لا يتادبون باداب المسجد، لا يتادبون مع الصغار ومع ومع الشيوخ ومع هذوك، ما قراوش مولانا، ما عندهمش علم اصلا، لا يعرفون قدر المسجد، لا يعرفون قدر المصحف، لا يعرفون قدر الآخرين، ولازم يتعلموا. ولكن عندما يرون، أنا قال لي ذات يوم يعني تقريبا واحد سنة ونصف، قال لي رجل كبير في السن، رجل عامي، قال لي نحن الآن نعلم إمامنا كيف لا يغش وكيف لا يكذب وكيف لا. الله أكبر. يعني سبحان الله، يعني الإنسان يعني كيف العمل يعني عندما الإنسان يعني يصبح في هذه الحالة؟ نعم، في بعض المساجد مشكلة. في بعض المساجد بيأخذ عطاءه بيأخذ راتب حشيش. تعرف هذا؟ نعم. ما موجود مولانا؟ موجود. يعني يأخذ العطاء اللي هو الراتب بتاعه، النصيب دياله اللي هو الراتب، ياخدوا حشيش. نعم. او بتاع ده اسمه كيف، نعم بالك، ياخدوا يبيعوا. الله يتفضل، الله يعاونك، الله يعاون. الله مستعان. ففيها مساله محتاجه اصلاح شامل، محتاجه. نسال الله الهدايه والتوفيق، احنا ما علينا الا ان ندعو الناس وندعو الله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله نلتقي فيكم. بارك الله فيكم، نلتقي بعد قليل ان شاء الله. حفظ الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.